السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. جزر المالديف أجمل الجزر في العالم. السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. كما عودناكم في برنامجكم الأسبوعي عين على الخصم، خصمنا لهذا الأسبوع منتخب جزر المالديف. واجه منتخب سوريا منتخب المالديف في 5 لقاءات دولية، كان أولها ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1997، حيث تغلب منتخبنا السوري وقتها في المباراة الأولى 12 هدفا مقابل لا شيء، ليعود ويجدد الانتصار مرة أخرى 12 هدفا أيضا مقابل لا شيء، لنعود بعدها في عام 2000 ونلتقي المالديف مرة أخرى، ولكن هذه المرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا. واستطاع المنتخب السوري الفوز على منتخب المالديف في المباراة الأولى 6 أهداف مقابل لا شيء، ليعود ويجدد الانتصار مرة أخرى 2 مقابل 1. أما المرة الخامسة التي واجه منتخبنا فيها منتخب المالديف كانت في عام 2012، وذلك كان ضمن دورة نهر الدولية، واستطاع المنتخب السوري وقتها هزيمة منتخب المالديف 2 مقابل 1. أما عن أبرز لاعبي منتخب المالديف، منتخب المالديف منتخب متواضع جدا، لا يوجد لديه العديد من المحترفين سوى لاعب واحد والملقب بباكا والمحترف في ميانمار. أما عن مدرب منتخب المالديف فيدربه الأسترالي دارين ستيوارت صاحب 53 عاما. ليس لهذا المدرب أي تاريخ خضرم مع أي نادي سوى أنه درب عدة أندية في سنغافورة. إذن منتخب جزر المالديف منتخب متواضع جدا، فيجب على المنتخب السوري استغلال ضعف المنتخب المالديفي لتحقيق نتيجة كبيرة لتخدمنا في المستقبل في حال دخلنا في حسابات الأهداف مع منتخب الصين أو غيره. أما تصنيف المالديف الحالي 152 على جدول فيفا. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو، كل الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع. دمتم برعاية الله.